هنمشي مباشرة لواحد من المساحات الدرامية ليوميات سالم. يوميات سالم من يمكن بطولة الفنان جمال عبد الرحمن وسيناريو مصطفى أحمد الخليفة وإخراج محمد نعيم سعد. مساحة إبداعية متميزة، نتابع منها ونرجع تاني. يعني هسه انا جيت ابو غريب ولا شو؟ بيت غريب ذاته وديل لسه ناس البيت ديل يعني كله مفتاحين للرجل بتاعنا ده. الو، السلام عليكم. هاي سالم دليفري جدا. طيب قول له لا قلت له لا دي كلها كلاب دي والبيت ده حارس بيه شنو اصلا كنا زملك سليمان. مواعيدك تمام يا ابو فاطمة، وده عايز ياكل تاني؟ اسمع الكلاب دي يا وراك ما تخاف مربوطة بالنهار. وده حالتها مربوطة؟ ايوه يا حسن، عايز تربطها لانه شنو؟ الكلاب دي لو فكتوها بتاكل النجيلة. انت الزول اللي بينفع معي. بالمناسبة انا جربت مطاعم كثيرة وما نفعت معي، بطلب منهم اكل مملح لما يجوني بيقولوا في التحلية. تخيل غيرتهم طوالي، وقلت انتوا اخر ناس اجربكم، لكن طلعت تمام، جبت لي الاكل فريش. اكيد الزول ده ما براه قطع الشك معاه زول تاني في الجلابيه دي. اكيد البيت ده مسكون، ده ما زول واحد. الطلبيه جاهزه؟ ايوه جاهزه. دقيقه، الزول السمين ده لو اكل الكيس ده براه ما طق بفرقع. تفضل. اسمع، ممكن تخفض صوت الكلاب دي شويه؟ جرب منها الكوبس عليك الله. دمه خفيف. ريكس جودز شاهي بيسمعوا الكلام. الفاتوره ايوه موجوده. تفضل. لحظه، والله الكلاب ده هتفكر. والله موتر ما ينفع الا اطير بس. زول ذاته سيدة يتنفس زي القطر. هاي بدنا عنب عنب كامل عنب وشو جوافة وتفاحة. هاي تفاحتين. أولا باسطة كاملة بصمت خشمة عسلها ينقط. بعدين اقول منو في التلفون؟ سالم. سالم ديليفري. سالم ديليفري اسم على مسمى. شكرا يا سالم. طيب شكرا جزيلا. شكرا. خلاص هاندى عليك وقول سالم ديليفري. مع السلامة يا سالم. ايش ده؟
خير. بالله عليك بشوف دير جدادة كاملة بس ناقصة كراع بس خلف شمال. ليش سمكة سمكة؟ لا 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 دي ولا ناقصة كراع ولا خلف شمال، سمكة كاملة كبيرة. بلادي خشوا الناس دي بلادي سمكة زي دي كده. وقلت ما قدرت تاكلها يا احمد خلاها في البحر يا اخي. يتمتوا عيالها وكده حمرتوها وبهرتوها ولفيتوها سخرتوها جبتوها هنا وما اكلتوها. هيك هذا مش بباله؟ تفضل بالهنا. الله يهنيك. ليه هون ده اسمها وجبه كامله بتاعت 15 نفر كده هذول ممكن يعزمون؟ ها؟ بس يعمل لهم شطه خضراء وكده ووراه يشربوا شاي. يا اخي ناس ما بتخاف الله اصلا. والله ما زين. لا لا شو صرت عليك الله. سمكه كامله وجداده كامله وباسطة كوشه كوشه بتاع تحليتها دي. ها؟ كوشه شنو دي؟ ده غدا. غدا بتاع عقد عديل واحتمال يكون فطور عروس. لا ما فطور عروس برا، فطور عريس ذاته معاه. شنو يا سالم ديليفري؟ بكشيش شويه ولا شو؟ لكنك اللذيذ لذيذ وفريش. لا خليك من البكشيش. ده شنو ده؟ شنو؟ ده شنو ده؟ ده برميل النفايات. الجوا وده شنو؟ نفايات. نفايات؟ يا اخي دي وجبه كامله لخمسين نفر، تقول لي نفايات؟ ما فاهم. دي نفايات ذريه، دي على كده دي نفايات؟ دي نفايات يا اخي؟ اه كلامك صح والله، بس دي نفايات لانها بقت ما فريش. ما شنو؟ ما فريش. ها؟ ما فريش؟ يا اخي ده كامله كامله يا اخي، محشيه رز بس ناقصه الرجل الخلف الليفت ومعاها سمكه كامله يا اخي بس ما طلع الا دعوم وباسطه باسطه باسطه عسل يدقق. تقول لي ما فريش؟ والله عندنا جيراننا كده والله يمسكوا لك في الليجل ده ويجيبوا لهم شطه ودكوه اللي يوروك الفريش اللي ما مسخره. شوف شوف يا ابن عم، شوف يا سالم ديليفري، انت بتوصلها لنا فريش ونحن بناكلها فريش. ناس البيت ده كلهم ما بياكلوا بايت وما بياكلوا حاجه ما فريش. دي الحسي قدامك دي كلها ما فريش. خلاص كنت قادر انت تاكلها انتوا هدوها الكلاب. الكلاب ذاتها بتاكل اكل خاص وفريش. خلاص يا اخي انتوا من الفريش ده جيبوا قدركم بس واكلوه وصدقوا بالباقي. اسمع وانت دخلك شنو بالموضوع ده؟ يا اخي دخلي داخلين انه ده كده حرام يا اخي حرام. في ناس ما لاقين ياكلوا وانت جد علي اكل زي ده وتقول لي فريش وما فريش؟ نحن حميناهم ياكلوا؟ ياكلوا كيف انتوا جايبين الاكل كله جايبينه هنا وقابلينه هنا وعاملين لكم بوفيه في الكوشه؟ انت غريب؟ غريب انت يا اخي المنفخ ودار تطوق من الاكل وبتجدع في باقي الاكل برا. لا لا شوف يا ابن العم تمشي ولا فكرك الكلاب دي حسي؟ ها؟ اسمع انا الكلاب دي اصلا مربيه للنوع الزيك ده. مش تقول لي سالم ديليفري افك لك ريكس ديليفري دي يسلمك عرقه برجلك في يدك حسي. انا قال لها شنو يعني تخوفني يعني تجيب لي كلابك؟ انا قال لها ما تربطني معاه هناك عشان اكل معاه فريش. يا ما بتخيل يا اخي شرايينك دي بتتسد من الفريش يا اخي. لا لا انت قليل ادب. انا؟ طيب انا حعرف اتصرف معك كويس. شنو يعني توريني يعني تعمل شنو يعني تفك لي كلابك؟ انا قال لها فكها وفك لي كلابك انا خايف منها. والله العظيم انا اوري لك الفريش اللي ما بتعرف والله ما يفرزونا الا بالذنوب والصوف. لا وطعميه مو طعميه جديده والله اقول لك ما فريش يلا طعميه والله اكثر حاجه فريش هنا. عليك الله اوريك ناس بياكلوا سمك تصدق غريب من برا وناس بياكلوا كده راح عليهم ملحشروا ذاته. عليك الله سالس مالك؟ عليك الله تعال شوف ده. عليك الله عازم ليه ناس؟ عازم ليه ناس شنو؟ قال دي الكوشه. دي الكوشه؟ التلاجة كيف؟ التحية وتقدير لكل الدراميين في السودان وما يقدموه من أعمال فنية مختلفة وللرسالة العظيمة اللي هم بيقوموا بها من خلال الدراما السودانية.